صباح الخير جميعا. أرجو أول حاجة إن الناس تقفل الموبايلات كلها. نمرة اتنين، طبعا لا يخفى على حد منكم إن بلدنا بتمر بفترة عصيبة جدا، وإنه هذه الفترة العصيبة فيها ضحايا وفي شهداء في هذه الفترة، فأرجو إن احنا يعني لحظة حداد نتذكر فيها الشهداء وندعو بالشفاء لكل زملائنا المصريين جميعا، المصريين جميعا أيا كانت أطرافهم وأطيافهم، وندعو لهم بالشفاء للجرحى ونترحم على الشهداء. شكرا لكم جميعا. هي أنا النهاردة قلت نجتمع، وعامة احنا كنا نجتمع كل يوم ثلاث وبنتكلم في موضوعات ثقافية، من البيولوجي للفيزياء، من التاريخ للمية، من الأمن الغذائي لداروين، يعني كل الحاجات دي. إنما النهاردة كمصريين أظن إن احنا كلنا مهتمين بقضية موجودة في صلب كل القضايا اللي بنتكلم عنها، وهي قضية الدستور. فهكلمكم النهاردة، مش هعبر عن رأيي مع أو ضد، ولكن عايز أشرح لكم كمواطن، وإن كنت أنا مش فقيه دستوري إنما لي بعض المعرفة بهذه القضايا، واشتركت في مؤتمرات في هذا الموضوع، في حوارات مع متخصصين لما كنت في أمريكا بصفة خاصة، لدرجة حتى إنهم بعد المناقشات أهدوا لي نسخة من الدستور الأمريكي متجلدة باسمي عليها، فكانت لفتة منهم. فالنهاردة أنا هتكلم وهقول لكم الآراء، وهاخد أسئلة، بس أسئلة فقط في أسئلة توضيحية أو استضاحية. مش عايزين نبتدي نقول لا أنا أفضل النظام ده وأنا أفضل النظام ده وأنا عايز التغيير يتم كده وأنا عايز التغيير يتم كده. كل واحد منا له رأيه، وكل واحد يجتهد، وكلنا مواطنين وكلنا مخلصين وكلنا مصريين. أنا بلتقي، وبدأت امبارح بلتقي إدارة إدارة بحيث العدد يبقى أقل، وطلبت من المديرين أنهم يلتقوا بالمجموعات عشان نعرف نناقش. عايز يناقش أي موضوع بناقش، سواء كانت موضوعات عامة أو موضوعات خاصة بالمكتبة ومش عارف إيه والإدارة، على حسب اللي بيطلبوه المجموعة لما بروح لهم بنتكلم معهم فيها، وهم مفروض بيلتقوا مع المديرين. فالمجموعات دي تبقى الحوار فيها منظم وقادر وبتاع، غير لما نبقى عددنا الكبير ده هيبقى أصعب فيه. فالنهاردة أنا هكمل كلامي وهاخد أسئلة، بس أسئلة استضاحية ونبي، مش عايز حد أنا أفضل ده وأنا مفضلش ده، طب ليه ما نعملش كده دلوقتي في مصر. طبعا انا هبين لكم الخيارات المختلفة اللي موجودة قدام البلد، بس دي هنوصلها اخر حاجة. فخلينا نبتدي ان ايه هو الدستور. الدستور ببساطة هو قانون القوانين، يعني زي ما بنقول مثلا انه لازم اي اجراء يبقى منضبط تحت القانون. طيب والقوانين اللي بتسنها الناس ايه اللي بيحكمها؟ الدستور.
ففي الدول اللي بتؤمن بمبدأ انها دول مؤسسات ودول سيادة قانون، يبقى الدستور هو قانون القوانين. المرجعية اللي نسبيا حديثة في هذا الأمر، لأن في تاريخ مختلف لدول مختلفة، منها بريطانيا اللي بيتقال عليها أنها ملهاش دستور مكتوب لغاية دلوقتي، وده صحيح، ملهاش دستور مكتوب بمعنى أنه ما فيش وثيقة واحدة نقعد نتكلم في نص المادة كذا والمادة كذا من الدستور البريطاني. الدستور البريطاني مكون من مجموعة من الوثائق، بدءا بالعهد العظيم أو الماجنا كارتا سنة 1218 لما وقفوا مجموعة من النبلاء ضد الملك وطلعوا الملك جون، كان هو ملك انجلترا وقتها، أخوه ريتشارد قلب الأسد اللي كان معاصر لصلاح الدين الأيوبي، وطالبوا بمجموعة حاجات على ساحة رانينيد، ودي بتعتبر من أهم الوثائق التاريخية لأن فيها مجموعة من الالتزامات من الملك تجاه الرعية ومن الرعية تجاه الملك. كده البداية. إنما الفكر الحديث تطور في الحقيقة في القرن السابع عشر والثامن عشر بصورة واضحة جدا، وكان من الكلمات اللي طلعت منه فكرة العقد الاجتماعي. العقد الاجتماعي ده فيه ثلاثة مفكرين كبار كتبوا في الحكاية دي، واحد اسمه هوبز وعمل كتاب اسمه ليفياتان، وبيقول فيه الناس لو سبتهم على بعض هيموتوا بعض وهياكلوا بعض وهتبقى حاجة حكم الغابة، فلازم انهم يجيبوا واحد ديكتاتور يحكمهم، ويبقى العقد الاجتماعي ان الدكتور ده الدكتاتور ده يأمنهم ويريحهم ويسمح لهم انهم يقدروا يعيشوا حياتهم من غير ما الضعيف جسمانيا يخاف من القوي جسمانيا. فده كان هوبز. جاء بعديه لوك عمل تطور تاني، قال لا، العقد الاجتماعي عقد موجود ما بين الملك والرعية بيحدد مسؤوليات كل واحد تجاه الآخر. إنما كلمة العقد الاجتماعي بالمفهوم اللي احنا بنستعملها النهاردة جاية من جان جاك روسو، كان مفكر سويسري فرنسي، وروسو طلع فكرة أساسية جدا 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 في مفاهيم الحديثة. قال العقد الاجتماعي بين الناس وبعض، كل الناس وبعض، وأنا مصدر الشرعية هي الناس، بقيتش بقى ملك وناس، الناس بين بعض بيعملوا عقد اجتماعي، هذا العقد الاجتماعي بينظم أسس بتاع الدولة ومؤسسات ومسؤوليات وما إلى هذا. طبعا دي كانت فكرة قوية جدا وثورية جدا، لأن كل الدول تقريبا لغاية وقتها النظام الإسلامي احنا له تاريخه والخلافة وغير الخلافة والعقد الأمر والبيعة، ده نظام مختلف. احنا بنتكلم على الدول الغربية اللي أصبحت فيما بعد الدول الديمقراطية بالمفهوم اللي احنا بنعرفه النهاردة، انه كانت ملكيات، وكانت الفكرة ان احنا بنحد زي انجلترا كده، بنحد من السلطة المطلقة للملك الأول بأن ننقل سلطات للنبلاء، والنبلاء دول كانوا بيكونوا في برلمانات، وبعدين البرلمانات دي دخلت الطبقة الوسطى، طبقة التجار وطبقة الحاجات التانية، وتحولت فيما بعد إلى البرلمانات الحديثة. روسو الحقيقة الفكرة الثورية بتاعته كانت لا، إن ما نفترضش الشرعية بالضرورة في الملك، إنما إن الشرعية جاية من الناس نفسهم، وإن العقد الاجتماعي ده عقد بين الناس كلها وبعضها. دي فكرة كبيرة جدا ولها مفاهيم عميقة جدا، اللي هي بنترجمها النهاردة أو نقدر نشوف دي يعني دي البذرة الأولانية اللي النهاردة وصلت بالفكرة إن الشعب هو أساس الشرعية والسلطات، اللي موجودة في كل الدساتير في العالم النهاردة، بذرتها تلاقيها عند روسو في الفكرة إن العقد الاجتماعي مش ما بين سلطة ورعية، لا، العقد ما بين الناس وبعضها، وبناء على هذا الاتفاق اللي بيتم بيطلع بقى
يعني نسلم فلان يحكم فلان يعمل كذا وازاي هيستلم ويسلم مسؤولية الحكم. ده كانت نقلة كبيرة جدا. لو جينا بقى للدساتير في العالم هنجد حاجة غريبة ومهمة جدا. بقول غريبة ومهمة جدا لان انا ايام ما كتبنا وثيقة اسكندرية هتجدوا في وثيقة اسكندرية كلمة ان الديمقراطية لاجب ان الفصل ما بين السلطات والتأكيد على الفصل ما بين السلطات. وانا بنزعتي الاكاديمية والبحثية والتاريخية وقتها قلت للزملاء واحنا بنصيغ الحتة دي يعني انا في النهاية همشي مع الاغلبية لان موافق على اغلبية الكلام الموجود هنا، بس علميا ده كلام غير دقيق. الفصل بين السلطات ده اختراع امريكي قام بعد الثورة الامريكية بناء على فكر مفكر فرنساوي اسمه مونتسكيو، هو اللي قال انه مع العقد الاجتماعي ده الناس تتفق مع بعضها لازم نحط نظام السلطات فيه تبقى مفصولة عن بعضها والسلطات دي تخبط في بعضها بحيث لا تتمركز السلطة كلها في القوة كلها في سلطة واحدة. دي كان فكرة مونتسكيو، ده راجل بيكتب مفكر يعني، انما اللي نفذوها كانوا الامريكان. الغالبية العظمى بتاعت الديمقراطيات في العالم اللي هي انا بتكلم، انا بقول في العالم ديمقراطيات في العالم بتكلم اساسا على الدول الغربية بدءا من يعني اوروبا وامريكا وكندا بصفة خاص يعني، وأين بقى نتكلم على بقية دول العالم برازيل مش عارف ايه بتاع اللي برضو نسبيا حديثة يعني في مسألة الدساتير والديمقراطيات. الغالبية العظمى ديمقراطيات برلمانية. يعني ايه برلمانية؟ يعني مفيش فصل، لازم تبقى الحزب اللي بياخد أغلبية في البرلمان بيكون حكومة، والحكومة يشترط فيها أنها تكون من أعضاء هذا الحزب. يعني وفي دول كثيرة جدا لا يجوز، إنجلترا مثلا لا يجوز إن واحد يبقى في الوزارة إن ما كانش منتخب في البرلمان كده. هو رئيس الوزراء توني بلير ورئيس الوزراء ديفيد كاميرون مش منتخبين في البرلمان البريطاني؟ قارنوا هذا بالوضع في أمريكا. هيلاري كلينتون منتخبة سيناتور من نيويورك، عايزة تخش الوزارة تستقيل من البرلمان. هيلاري كلينتون قدمت استقالتها كسيناتور أوف نيويورك عشان تخش في الوزارة بتاعت أوباما. الفصل ما بين السلطات. فدول نظامين، محدش يقدر يقول ان السويد ما هيش ديمقراطية وان النرويج ما هيش ديمقراطية وان الدنمارك ما هيش ديمقراطية وان هولندا ما هيش ديمقراطية وان انجلترا ما هيش ديمقراطية وان النمسا ما هيش، والمانيا ما هيش. المانيا الشانسلر انجيلا ميركل ما هي منتخبة عضوة في البرلمان بتاعها. فاذا الفكرة برضو انا ارى ان في الحوار الشامل اللي في مصر النهاردة الناس في بداية كده قبول لفكرة ان احنا في نظام رئاسي وان التعديلات اللي نتكلم عليها كلها نظام رئاسي، انما اذا كنا بنتكلم على صياغة دستور جديد ممكن نتجه الى ان احنا نعمل دستور مبني على النظام الرئاسي وفصل بين السلطات وما الى هذا، وممكن ان احنا نفكر في نظام برلماني. وتجارب العالم كلها مش معناتها يعني بعض الدول دي عندها بيسموهم ملوك دستوريين لا يملكوا شيء انما كده بيعملوا قضايا البروتوكول وبتاع، بعضهم بينتخبوا ناس محترمين كوزير في او كرئيس دولة ولكن السلطة بتبقى في ايد رئيس الوزارة، ورئيس الوزارة ده بيطلع من البرلمان باغلبية البرلمان. هو عامة في الدول دي كلها ما فيش غير نظام رئاسي واحد هو النظام الامريكي، والنظام اخر نظام فرنسي. نظام فرنسا ده له وضع خاص جدا لان ده كان صياغة ديجول سنة 58 او جاب واحد اسمه ميشيل دوبري عمل له الصياغة بتاعته وحاول انه يتفادى عيوب النظام البرلماني ولكن في نفس الوقت يحافظ على بعض مصالحه او بعض الايجابيات بتاعته. ايه الايجابيات بتاعت النظام البرلماني وايه عيوبه؟
ونرجع تاني إلى إيه إيجابيات النظام الرئاسي وإيه عيوبه. النظام الرئاسي مع فصل السلطات والحدود اللي محطوطة على سلطة الرئيس كما هو مثلا في الولايات المتحدة ممكن أنه يؤدي إلى حالة بلوكتش كامل لما أحزاب المعارضة مسيطرة على الكونجرس والرئيس من حزب آخر والحكومة بتاعته من حزب آخر ودولة بيطرحوا حاجات ودولة ما بيوافقوش عليها فيقف توقف العمل بتاع الدولة كل وقت. وده جزء من الحاجات اللي حصلت في أمريكا وجايز هتحصل تاني في الدورة الحالية دي للبرلمان الأمريكي وحصلت أيام كلينتون لدرجة أنهم قفلوا الحكومة الفيدرالية قفلوا الحكومة الفيدرالية بتاعت أمريكا كلها باستثناء القوات الدفاعية لفترة كذا أسبوع لأنهم متخانقين على الميزانية والصرف دول مش عايزين يوافقوا على الميزانية وده ملوش حق الصرف فالعملية وقفلوا ورجعوا الموظفين من الحكومة الفيدرالية الأمريكية وده جايز يحصل تاني دلوقتي مع أوباما. ليه؟ لأنه فكرة الفصل بين السلطات والتشيكس اند بالانسز ممكن أنها تؤدي إلى هذا. الرئيس في أمريكا لا يعزل إلا عن طريق محاكمة خاصة تتم في مجلس الشيوخ ورأسها رئيس المحكمة الدستورية بتاعته سوبريم كورت زي ما شفنا مع كلينتون في حكاية مونيكا لوينسكي وما إلى هذا. إنما دي حاجة نادرة جدا وحاجة بتاخد وقت كتير جدا. دي حاجة أخذت سنة في حالة مونيكا لوينسكي زي ما أنتم عارفين إلى أن برأوا الرئيس كلينتون من الحكاية دي. فالعيب في الحكاية دي إن ممكن يحصل بلوكج ما بين الناحيتين. طب إيه اللي بيحصل في النظام البرلماني؟ لا نظام برلماني يكفي إن 51% من الممثلين في البرلمان ما يوافقوش على الحكومة يسحبوا الثقة من الحكومة تسقط الحكومة فورا في 24 ساعة ويجب يا إما يعملوا حكومة جديدة يا إما ائتلافية أو غيرها أو أنهم يعملوا انتخابات جديدة أيا كانت الظروف. إنما الفكرة بقى إن ما بتحصلش وضع تقول فيه زي في أمريكا طيب الرئيس ده انتخب من 3 سنين رأي الناس اتغير دلوقتي وإحنا البرلمان انتخبنا السنة اللي فاتت وإحنا اللي نمثل رأي الشعب النهاردة ومش موافقين على الكلام اللي هو بيقوله ويبقى هذا الصدام موجود. ده ممكن أن يحدث في النظام الرئاسي مع فصل السلطات. فاللي حصل الابتكار الفرنسي بتاع ديجول أيضا له عيوبه وله محاسنه. فكل حاجة ما فيش حاجة ممكن هتلاقيها كده تقول هي دي الفورمولا أخدها أطبقها. يعني كل واحدة من دول فيها عيوبها وفيها محاسنها. طب ليه شارل ديجول منقذ فرنسا في الحرب العالمية الثانية لما وصل سنة 46 قال لهم أنا لا أقبل الدستور البرلماني اللي أنتوا كنتوا عاملينه قبل كده وما ترجعوليش دستور تاني برلماني رغم أنهم رجعوه فيما عرف بالجمهورية الرابعة. ليه؟ لأنه وجد زي ما بيحدث في أماكن كثيرة في ديمقراطيات برلمانية تشتت الأحزاب فبيبقى عندك مجموعة كبيرة من الأحزاب الصغيرة ما فيش حد واخد أغلبية ساحقة وبالتالي بيبقى ائتلافات طول الوقت وصفقات بين الناس وبعضها حكومات ضعيفة جدا مش قادرة تاخد إجراءات لازمة كل شويتين ده يقول لك طب لو كده أنا منسحب من الحكومة وإذا انسحبت من الحكومة تسقط الحكومة ويحصل مش عارف إيه وإيه ففيها حالة الضعف العام الناس بتلعب الملاعب بتاعتها. إنما هو ميشيل دوبري والناس التانية ما كانش ميشيل دوبري يعني ميشيل دوبري كان رئيس اللجنة الدستورية اللي صاغت الدستور الجمهورية الخامسة قالوا طيب هنعمل نظام وسط عشان نتفادى الضعف اللي موجود في النظام البرلماني التقليدي اللي هو مبني على الانتخاب والأحزاب بينها وبين بعضها تقرر. وعلى فكرة يعني ده بتشوفوا نظام برلماني برضو في إسرائيل زي ما انتم عارفين احنا بنتكلم على رئيس وزراء إسرائيل رئيس جمهورية إسرائيل دوره رمزي أكتر منه فعلي قوة السلطة الفعلية مع رئيس الوزراء
وموجود في دول أخرى كثيرة. في مثلا في إسرائيل بتشوفوا برضو جزء من عيوب الديمقراطية البرلمانية، وهي أن الأحزاب الصغيرة ممكن يبقى لها حجم أكبر جدا من حجمها، لأن من غيرها الأحزاب الكبيرة مش قادرة تكون حكومة، محتاجة للثلاث أصوات دول عشان يبقى عندها 51% وتاخد vote of confidence. فالثلاث أصوات دول مرة واحدة لا، يبقى أنا عايز وعايز وعايز وعايز، وإلا مش هديك، مش هقف معك، هقف مع التانية. فحزب صغير ما حصلش على حاجة كبيرة بيبقى عنده مشكلة، عنده قدر يعمل هذا. فدجول في الدستور بتاع الجمهورية الخامسة قال هنعمل رئيس جمهورية ورئيس وزارة، والوزارة ورئيس الجمهورية افتراضا ان رئيس الجمهورية بيتمتع بالشعبية والحزب بتاعه متمتع بالشعبية اللازمة، هيكون وزارة عادي خالص. انما البرلمان من حقه ان يقيل الوزارة بانه ياخد vote of no confidence، يسحب الثقة من الوزارة ب 51% من الاصوات. يعني اذا البرلمان أخذ أغلبية يقيل الوزارة ولكن لا يقيل رئيس الدولة. ورئيس الدولة في فرنسا في النظام الجمهورية الخامسة ما هوش رئيس سوري زي ما هو في ألمانيا، زي ما هو ملوك بتوع مش عارف هولندا وملكة السويد وملكة دول ما لهمش، وملكة إنجلترا ملكة ما عندهاش سلطة حقيقية في أي قرار، هي بس بتقوم كده بصورة بروتوكولية فقط. لا، الرئيس في فرنسا له سلطات، وبصفة خاصة جرى العرف أن الرئيس ورئيس الوزارة يشتركوا في تعيين وزير الخارجية، لأن العلاقات الخارجية من البروجاتيف بتاعة الرئيس، والأمن القومي من البروجاتيف بتاع الرئيس، في شوية حاجات كده موجودة. فالرئيس بيبقى أقوى بكثير مما نعرفه في النظام البرلماني العادي، ولكن في نفس الوقت رئيس الوزارة لازم يمثل أغلبية البرلمان. فلما يحصل تعديلات يحصل هذا. ولذلك وجدنا ميتران رئيس جمهورية وجاك شيراك رئيس وزارة، رغم أنهم أعداء سياسيين ونزلوا قصاد بعض في الانتخابات إلى آخره. فطبعا بقى فيه مشادات وبتاع، ولكن هي عدت في فرنسا، وبدأوا يصلحوا في النظام بتاعهم بأنهم اقترحوا، لأن كان المدة الرئاسية 7 سنوات قابلة للتجديد مرة 14 سنة، 16 دولة من أيام دجول، بدأ يقول لا هنخلي مدة الرئاسية 5 سنوات والانتخابات مع أو قريبة جدا من الانتخابات بتاعت البرلمان، بحيث أن فرصة أن يبقى الرئيس منتخب بقاله مدة قاعد وبعدين الرأي العام يتغير ويجي حزب تاني هتبقى أقل جدا لو الاثنين بينتخبوا في فترة تقريبا متماثلة وبيقعدوا تقريبا مدة متماثلة. ففكرة ان هنضطر نرجع للكوابيتاسيون اقل، او هكذا هو التصور. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان ابين لكم ان في اجتهادات كثيرة جدا على نوعية الدستور، وان الواحد ما هوش مجبر بالضرورة انه يبدأ من الاول ويفكر في نظام رئاسي. واحنا دايما لما نتكلم بندي المثل بامريكا ومش عارف ايه، انما لو نظرتم في اوروبا، اسبانيا نظام برلماني، ايطاليا نظام برلماني، المانيا نظام برلماني، انجلترا نظام برلماني، هولندا نظام برلماني، النمسا نظام برلماني، السويد، النرويج، الدنمارك، فنلندا، كل دول انظمه برلمانيه. فالغالبيه العظمى بتاعت الدول باستثناء امريكا وفرنسا ما هيش نظم رئاسية. دي نقطة يعني احنا يمكن في الحوار العام في مصر شايفها غايبة. يعني ما بقولش ان احنا نختار ده او نختار ده، بس على ان بقى واعيين ان مفيش يعني الحديث وكأنه في سيستم واحد ممكن يبقى سيستم ديمقراطي، لا، في نماذج كتيرة موجودة في العالم حول هذا. نيجي بقى من هنا ننتقل الى نقطة بتاع دستور مصر. مصر لها الشرف انها اول دولة في هذه المنطقة بدأت التجربة الديمقراطية،
حاجة اسمها مجلس شورى النواب سنة 1866. يعني نرجع إذن إلى فترة ماضية جدا، وكانت بدايات كويسة. وبعدين طبعا زي ما أنتم عارفين حصل ثورة عرابي والإنجليز وما إلى هذا، إلى ثورة 1919. وثورة 1919 أنا عايز أقول ثلاث حاجات عنها قبل ما ننتقل إلى دستور الحديث أو بداية الدساتير الحديثة اللي هو 1923. ثورة 19، الناس اللي عملوا ثورة 19 طبعا كانوا عايزين استقلال البلاد، وكان مسيحيين ومسلمين إيدهم في إيد بعض، وظهر الرمز بتاع الهلال والصليب في حركة قادها سعد زغلول وتحولت فيما بعد إلى حزب الوفد. إنما نفس الناس دي اللي كان بدأت تتحرك، كان في تحرك بدأ قبلهم، مصطفى كامل مع الحزب الوطني اللي هو محمد فريد 1903 ما توفى، إنما كانوا برضو بينادوا طبعا بحرية البلاد إلى آخره. كتير من القادة دول ومنهم قاسم أمين وسعد زغلول وغيرهم، كان في حاجة عشان دي تهم الناس هنا في مكتب، احنا مؤسسة ثقافية، نادوا بأهمية الجامعة المصرية، وحتى طلبوا في شعارات مترددة الجامعة قبل الاستقلال، قالوا نعمل جامعة وطنية مصرية أهم حاجة عندنا عشان نفتح المجال قدام القدرات والمواهب المصرية. وتأسست الجامعة المصرية سنة 1908، والثورة قامت 1919. بس عشان إيه نبقى في وضوح، إن كتير من القادة دولة كان لهم اهتمام بالإصلاحات الفكرية والمؤسسية والثقافية والتعليمية، ومش مجرد بالإصلاحات السياسية، كانوا مهتمين بالاثنين تقريبا بنفس القدر، بل قدموا المطالبة بالجامعة المصرية قبل الاستقلال. يعني كان الاهتمام عندهم قد كده مهم بأن توجد هذه الجامعة باعتبارها رمز لحرية الفكر إلى آخره. وحتى في هذه اللحظة قال المؤسسين بتوع الجامعة المصرية، قالوا جامعة دينها العلم. لما سألوا قالوا ده إحنا هنا مؤسسة للعلم، وده كان المنطلق اللي بدأت بيه، وده اللي أدى أيضا لتواجد الفرشة والأرضية اللي سمحت لحرية الفكر الليبرالي اللي شفناه في العشرينات والثلاثينات بعد ثورة 19، واللي يعني من الأبطال اللي احنا بنفكر فيهم دائما، نقول طه حسين والعقاد وتوفيق الحكيم وأحمد أمين ومش عارف، كل الناس دي كانت موجودة، والجامعة المصرية كانت جزء من وولدت بعد كده الجامعات الأخرى اللي احنا عارفينها في مصر. فإذا الإصلاح كان بيسير في مسارات مختلفة، مش مجرد على الشكل الدستور. ولكن جاءت ثورة 19 بأن زي ما احنا عارفين سعد زغلول طالب بأن هو والوفد بتاعه يروحوا إلى اجتماع فرساي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وأنه يمثل ويضع القضية المصرية قدام وودرو ويلسون. وودرو ويلسون كان الرئيس الأمريكي، وطلعت الحلفاء طالعين منتصرين من الحرب العالمية الأولى، وفرضوا على ألمانيا وحلفائها شروط مقحفة جدا. إنما في ويلسون جاه وحط 14 نقطة، كانوا معروفين 14 نقطة بتاع ويلسون، منهم واحدة الاعتراف بحق الدول في تحقيق مصيرها، تحديد المصير، السلف ديترمينيشن دي كانت. فكان سعد زغلول يقول احنا عايزين نحط القضية المصرية قدام دول العالم في فرساي. ما كان من الانجليز الا انهم اخذوا سعد زغلول ورفاقه ونفوهم، طلعوهم بر البلد. فالبلد ولعت واستمرت لغايه ما اضطروا الانجليز بعد فتره طويله، مش فتره قصيره، طويله، انهم يرجعوا سعد زغلول،
وبعد كده فكرة العودة إلى نظام برلماني، فتم تكوين لجنة وتم صياغة دستور 1923، وده قبل بموجب أمر ملكي. فكان عندنا ملك وقتها، يعني هو بالأصح كان سلطان فؤاد، تحول إلى ملك في ظل النظام الدستوري اللي هو كان في شبه كبير من النظام البريطاني، من وجود ملك بنحد من سلطاته ونطالب لسلطات البرلمان، والبرلمان مكون مجلس شيوخ ومجلس نواب. دستور 23 الحقيقة طبعا كان فيه مواد مهمة بالنسبة للحرية الشخصية وما يصحش القبض على الناس، كل ضمانات الحرية بصورة أخرى كانت موجودة فيه بصياغات مختلفة إنما موجودة في كل يعني بصورتها الحديثة اللي بدأت موجودة. إنما الملك لم يكتفي بدوره الشرفي زي ملك أو ملكة إنجلترا، وكان لسه يعني عنده جزء من السلطانية موجودة فيه، فممارسة السلطة والسلطان كانت ماشية مع الاسم القديم. الاسم الجديد انك انت تبقى ملك كده وملكش سلطة ما كانتش ماشية كويس الحكاية دي، فمارسها بصورة مختلفة، وفعلا كان بيستعمل سلطته في حل البرلمان ورغم وجود أغلبية، وإنه يجيب حكومات أقليات في هذه الفترة لغاية الانتخابات اللي بعدها. ففي 1930 عملوا وزارة جديدة يرأسها إسماعيل صدقي باشا، وبدأ بقى يكسر في دستور 23، وبعدين مرة واحدة في 22 أكتوبر سنة 30 طلع مرسوم بإلغاء دستور 23 وحل المجلسين النواب والشيوخ وإعلان دستور جديد هو دستور 1930. ده بقى كان الحقيقة مقوين للسلطة التنفيذية وبيقلل من السلطة التشريعية. لما تنسوش أن دستور 23 كان متماثل شوية مع دستور بريطانيا، وانقص دور البرلمان، الدورة البرلمانية تقل، قدرة الملك انه يحلها اكبر، قدرة الملك انه يمد فترة الاجازة للبرلمان اكبر عشان يقلل التدخل البرلماني والرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية. ولكن في ديسمبر سنة 35، من اكتوبر لديسمبر، في شهر تكونت جبهة وطنية في مصر من احزاب كثيرة، حزب الوفد وحزب الوطني وحزب الاحرار الدستوريين وحزب الشعب وحزب الاتحاد، وكل دول قالوا نرفض تماما دستور 30 ده ونطالب بعودة الدستور السليم بتاع 1923. وبعد 5 سنين من الشد والجذب نزل الملك لرغبة الشعب في مصر، وقبل في 12 ديسمبر 35، يعني تقريبا 5 سنوات وشهرين، قبل العودة إلى الدستور 23. طبعا تحت ضغوط كبيرة جدا، وفي نفس اليوم طلع عودة الدستور 23 وأدى سلطات معينة، وده أدى إلى برضو اتفاقية 36 لغت جزء كبير من الدور الأجنبي في مصر، ولكن مش كلها، حاجات نسبيا بسيطة، لأنه احتفظوا الإنجليز بحق التواجد في القناة في منطقة قناة السويس. وطبعا كان لسه عندهم وقتها سكنات للجيش البريطاني فيما هو ميدان التحرير النهاردة، يعني كان سكنات الجيش البريطاني كانت موجودة في وسط القاهرة. جت الحرب العالمية الثانية، والإنجليز وقتها كان بيعتبروا أن مسألة الحرب العالمية الثانية طبعا حياة أو موت ضد الألمان. رومل وصل بالألمان لغاية العالمين زي ما أنتوا عارفين. فالإنجليز سنة 42 كانوا في مأزق شديد في حتت مختلفة كثيرة، ففرضوا على الملك سنة 42 أنه لازم يجيب حكومة مصطفى النحاس
بدلا من الحكومات التانية، لأنهم كانوا متخوفين من التعاطف مع الألمان اللي موجود في مصر. ما علينا، الصورة بقى راحت من أسوأ إلى أسوأ لغاية ما وصلنا إلى حرب 48 وقضية الأسلحة الفاسدة وما إلى هذا من القصص اللي احنا كلنا عارفينها. جت ثورة 23 يوليو، الجيش وصل والناس رحبت به بأنه في ثقة في الجيش أنه هيتولى هذه الأمور ويعيد نظام جديد. وفعلا أول حاجة كان ده بقى هنا ما سمي فيما بعد في العرف الدستوري بالشرعية الثورية، ودي كلمة بتسمعوها كتير في الكلام النهاردة، الشرعية الدستورية والشرعية الثورية. الشرعية الثورية بتقول ما لناش دعوة بالمواد بتاعت الدستور بتقول ايه، ما لناش دعوة بازاي اعدل الدستور، انا ليا ان ما دام في ثورة يبقى كل حاجة سقطت، النظام سقط والدستور سقط وخلاص، وفي شرعية جديدة اتبنت من الثورة الجديدة. فايه اللي حصل؟ اعلان دستوري من القائد عام للقوات المسلحة بصفة رئيس حركة الجيش اعلان سقوط دستور 23. ده امتى؟ 10 ديسمبر 52، يعني الثورة 23 يوليو، احنا بنتكلم على ديسمبر 52 سقط دستور 23. وبعدين اعلان دستوري، يعني اعلان دستوري بمعنى بقوة الدستور، يعني اعلان بقوة الدستور له الصبغة الدستورية، يعني من القائد العام للقوات المسلحة الى الشعب المصري بشأن حل الاحزاب السياسية كلها والتقرير فترة انتقال مدتها 3 سنوات 16 يناير 53، يعني من ديسمبر ليناير. ديسمبر سقط الدستور، 16 يناير اتلغت الاحزاب. وبعدين حصل مجابهات كبيرة، وطبعا زي ما انتم عارفين محمد نجيب ترك وجمال عبد الناصر وصل إلى السلطة. إعلان النظام الجمهوري سنة 53، لأن كان في مجلس وصايا والملك أحمد فؤاد كان مفروض هو اسميا ملك مصر في هذه الفترة، النظام الجمهوري أعلن 53. وبعدين مفيش دستور بقى لسه لغاية دلوقتي، نظام جمهوري بصورة عامة وسقوط الملكية. وبعدين دستور الجمهورية المصرية 16 يناير 56. الدستور ده مفروض انه تبنى نظام جمهوري برلماني يقوم بوجود مجلس نيابي، بس مجلس نيابي موحد، واحد بس مش مجلسين، مجلس واحد، وحدد سلطة تشريعية في فصلين من الدستور الى اخره. واللي حصل انه سنة 58 بدأت الحركة نحو الوحدة مع سوريا. ف 1 فبراير 58 أعلن سقوط الدستور المصري بتاع 56، يعني بعدها بسنتين، وسقوط الدستور السوري بتاع 50، وإنه هيتعمل دستور جديد، دستور 58 أصدره رئيس الجمهورية في 5 مارس 1958. ده كان دستور الجمهورية العربية المتحدة. دستور الجمهورية العربية المتحدة بتاع 58 تبنى النظام الرئاسي. هو طبعا احنا كنا حاسين ان وقتها السلطة الحقيقية كانت مع الجيش، وبعدين يعني حتى لما كان في النظام في دستور 56 بعد الاعتداء اللي حصل كانت السلطة الحقيقية في ايدين الرئيس جمال عبد الناصر، فبالتالي يعني كان هو نظام رئاسي ديفاكتو، اتعمل نظام رئاسي ديجوري. المقصود بكلمة ديفاكتو وديجوري يعني في الفعل هو ديجوري بنص القانون، يعني تحول إلى نظام رئاسي بنص القانون بقى، مش بس بالفعل إن واحد يمارس هذه السلطات. الدستور ده بقى نظام رئاسي، وهو أدى كل السلطات لرئيس الجمهورية، فيضع السياسة العامة، قائد عام قوات مسلحة، حقق إعلان حالة الطوارئ، إصدار قرارات لازمة، ترتيب مصالح العامة، إشراف على إدارتها، إبرام معاهدات، إصدار التشريعات، كل ده في إيدين الرئيس. أما مجلس الأمة المشترك اللي كان مفروض نصه من سوريا ونصه من مصر، مجلس معين وغير منتخب، نصت المادة 13 من الدستور المؤقت بتاع 58
أن يتولى سلطة تشريعية مجلس يسمى مجلس الأمة، يحدد عدد أعضائه ويتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية. عشان يبقى كلير يعني، عشان في وضوح، الشرعية الثورية ودتنا لغاية فين يعني؟ ده مش ممكن يبقى أوضح من كده، إنه موجود في المادة 13 من دستور 58. بعد انفصال سوريا من الوحدة سنة 61، دستور 58 طبعا أخذ هزة عنيفة، فأصدر رئيس الجمهورية إعلان دستوري، مش دستوري ده، إعلان دستوري سنة 62 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا، والإعلان ده كان تعديل جزئي لبعض المواد في دستور 58، وده طلع فكرة جديدة وقتها اللي هو مجلس رئاسة. مجلس الرئاسة يرأسه رئيس الجمهورية، ويعتبر هذا المجلس هو الهيئة العليا للسلطة في الدولة، حيث نصت المادة الأولى من الإعلان الدستوري أن يكون التنظيم العام للسلطات العليا في الدولة على الوجه الآتي: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويرأس مجلس الرئاسة ومجلس الدفاع القومي. مجلس الرئاسة هو الهيئة العليا لسلطة الدولة، ويمارس اختصاصاته الواردة في هذا الإعلان على الوجه المبين به. والمجلس التنفيذي هو الهيئة التنفيذية والإدارة العليا للدولة، ويتولى اختصاصاته طبقا للقانون ولقرارات مجلس الرئاسة. يبقى العملية يعني تمركزت 100% في كرسي رئيس الجمهورية، وبيحكم المجلس الرئاسي، وما فيش برلمان بيحاسبه، ما فيش ولا فصل بين سلطات ولا غيره، ولا نظام أمريكي ولا نظام فرنسي، ملوش دعوة بالكلام ده خالص. يعني وبقى في المادة التاسعة بتقول مش عارف ان المجلس الرئاسي ينظر في الحياة الاجتماعية والسياسية ومش عارف كل حاجة. المهم بقى سنة 64، في 24 مارس اصدر الرئيس جمال عبد الناصر دستور المؤقت، ما سمي بدستور مؤقت 1964، الى ان يقوم مجلس الامة المصري بوضع مشروع الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة. واحتوى دستور 64 على تقريبا 170 مادة، 169 مادة حاجة زي كده. هنا بقى المادة 47 و48 بتقول فيه ان مجلس الامة هو اللي عنده السلطة التشريعية، مش هنبقى بقرارات من مجلس الرئاسة، انما هتطلع من مجلس الامة. فرجعنا السلطة التشريعية في حدود مجلس الامة في سنة 64. وكان في بقى الخطوة الكبيرة سنة 64 ان المجلس الامة يختار بالانتخاب السري العام مش بالتعيين. فنقلنا بقى نقلة سنة 64. وهنا خدوا بالكم بقى، هنا في المادة 49 اشتراط ان يكون نص اعضاء المجلس من العمال والفلاحين. ده بقى في دستور 64 في مجلس الأمة اللي طبقا للمادة 47-48 له سلطة تشريعية اتحط معها، ويشترط الناس اللي هتنتخب دي ان يبقى نصها عمال وفلاحين. فحكاية نص الناس عمال وفلاحين دي جت منين؟ جت من هنا، من هذه النقلة سنة 64. مات الرئيس جمال عبد الناصر سنة 28 سبتمبر سنة 70، وتولى أنور السادات اللي هو كان نائب رئيس الجمهورية طبقا للنظام الانتقالي بانتخابات. كان صوفي أبو طالب ماسك المجلس، انتقلت السلطة إلى أنور السادات، ولكن كان ما عرف بمراكز القوى ما زال يصارع أنور السادات على هذا، فقام بما عرف بثورة التصحيح 15 مايو 1971. وعشرين مايو يعني بعد الحكاية دي بخمس أيام دعا الرئيس السادات مجلس الأمة إلى الانعقاد، ودعا إلى إعداد دستور جديد لجمهورية مصر العربية، وقال ده بقى مش هيبقى دستور مؤقت، هيبقى دستور دائم. رجعنا بقى رئيس السادات بعد ما صفى علي صبري وكل المجموعة بتاعت الاتحاد الاشتراكي وقتها والتنظيم السري وكل المصادفات اللي حصل دي، عمل هذه الدعوة. وسنة 11 سبتمبر 71، يعني من مايو إلى سبتمبر، صدر دستور جمهورية مصر العربية الدائم بعد استفتاء أجري على الدستور.
يعني أخذنا حوالي 6 شهور أو من شهر 5 إلى شهر 12 يوم. في مارس 76 بدأ رئيس السادات بدعوة إلى إقامة 3 منابر في الاتحاد الاشتراكي، لأن لغاية وقتها كان التحول اتحاد هيئة التحرير ثم الاتحاد القومي ثم ابتدى إلى الاتحاد الاشتراكي العربي. الاتحاد الاشتراكي العربي طبعا كان حزب أحادي وهو الحزب الوحيد في البلد، وتحول الحزب الوحيد للبلد. بدأ الرئيس السادات سنة 76 قال نعمل 3 منابر، منها من يمثل اليمين اللي هو تنظيم الأحرار الاشتراكيين وكان رئيسه مصطفى كامل مراد، والوسط تنظيم مصر العربي الاشتراكي ورأسه ممدوح سالم، واليسار تنظيم التجمع الوطني التقدمي الوحداوي ورأسه خالد محي الدين. فده كان الثلاث منابر دي كان بداية الانتقال إلى التعددية. وخاضت المنابر معركة الانتخابات مجلس الشعب في الصيف 76، ده كان بداية أول مرة أنه ما يبقاش حزب واحد إنما يبقى فيه ثلاث بدايات. وبعد كده أعلن الرئيس أنور السادات قدام مجلس الشعب في الجلسة الافتتاحية بتاعت 11 نوفمبر 76 إن الوقت قد حان تتحول المنابر إلى أحزاب. وده كان بداية العودة إلى الأحزاب بعد ما اتلغت الأحزاب سنة 52. يعني بنتكلم بغض النظر على كانت أحزاب حقيقية مش أحزاب حقيقية، أحزاب ورقية مش أحزاب ورقية، إنما بنتكلم إن عودة الأحزاب فعلياً 24 سنة بعد ما اتلغت الأحزاب بالشرعية الثورية. رجع تاني وبصدور قانون الأحزاب السياسية سنة 77، وبعدين قالوا هنعمل حاجة اسمها مجلس الشورى. ولذلك في الدستور الحالي هتلاقي مجلس الشورى موجود فيه حاجة في باب اسمها أحكام إضافية. طبعا يعني شيء غريب، يعني ليه مجلس الشعب في أحكام؟ لأن سنة 79 عملوا استفتاء وأقاموا مجلس الشورى وعدل الدستور وتم الموافقة في استفتاء في 22 مايو 1980. هي في هذه الفترة طبعا احتدت الأمور جدا، وكان بدأت تكوينات حزبية جديدة تبان، منها محاولات قيام الوفد الجديد وغيره من الحاجات دي. إنما كان اتفاقية كامب ديفيد أثارت كلام كثير، وجاء في آخر لحظة الرئيس السادات الحقيقة في خريف الغضب قبض على الناس كلهم في آخر أيامه. من زي ما بقول يعني لو نبص كده على الساحة السياسية على زي ما تقول شمال جنوب شرق غرب على الأبعاد المختلفة، من محمد حسنين هيكل قمة الناصرية إلى فؤاد سراج الدين قمة الأحزاب الليبرالية إلى عمر تلمساني من الإخوان المسلمين إلى خالد محي الدين من اليسار المصري اللي أقرب للاشتراكية. يعني وفي وسطهم كده حوالي 1800 واحد من جميع أوجه، فيعني كان في عملية كده إنه ضجر بحكاية المحاولة للتواجد التعددية الموجودة. وده طبعا انتوا عارفين ان رئيس السادات اغتيل، وده ادى الى تنفيذ حكم الطوارئ. وبعد ما استلم الرئيس حسني مبارك الحكم برضو بانتقال دستوري، انما حكم الطوارئ اتحط. حكم الطوارئ بتجدد كل شويه زي ما انتم عارفين، كل سنتين بيتجدد، لانه لازم يتجدد لفتره معينه، وتجدد قاعد يتجدد لغايه دلوقتي وما زال قائم لغايه دلوقتي طبقا لقانون الطوارئ. كل الدول فيها قانون طوارئ، بمعنى بس كلمه الطوارئ كلمه الطارئه. دكتور يوسف زيدان خبير اللغه عندنا هنا احمد شعبان طارئه ما مش معناتها انها مستمره، دي حاجه طارئة يعني بتبقى فترة محددة في مشكلة معينة تقتضي تعليق العمل بحاجات بالوسائل التقليدية لظروف صعبة لكذا لكذا. إنما في افتراضية
ان انت هترجع تاني للوضع القائم بعد مرور هذه الطريقة، اسمه قانون طوارئ. وكل الدول فيها الحكاية دي، عشان محدش واحد بيقول لي مرة واحنا اخترعنا الحاجات دي، قلت له ده مش اختراع، ده موجود في كل حتة في الدنيا قانون طوارئ، من حق رئيس الدولة او رئيس الحكومة انه يعلن طوارئ في حالات حرب، في حالات تمرد، في حالات كتيرة جدا يعني. انما النقطة الاساسية انها طارئة، طارئة يعني فترة محددة بسيطة ما تستمرش 30 سنة. فدي نقطة اظن اساسية. الحقيقة بعد كده في ظل الرئيس مبارك ما حصلش تعديلات للدستور بعد التعديلات اللي كان عملها الرئيس السادات، لان الرئيس السادات هو اللي عدل مادة 76 و77، لان كان في الدستور اللي قبليه كان في حد لمدة الرئيس الى مدتين، فاتفتحت في المادة 77 على طول. مهم، في 26 فبراير 2005، ودي كانت بداية الحقيقة لا بأس بها. وأنا أذكر أن جمعتكم وجمعنا أسرة المكتبة هنا واتكلمنا، وأنا دعيت الناس كلها أنها تروح تشارك، لأن أول مرة هننتخب رئيس الدولة، يعني أول مرة، لأن قبل كده كان عندنا ملوك كانش حد كرئيس دولة، وبعد كده في النظام الثوري ما فيش حد اختار رئيس الدولة، وبعدين كان عندنا استفتاء نعم أم لا فقط، على رأي البعض نعم ونعم يعني، إنما يعني أيا كانت الظروف كانت أنا ليا زميل وقتها أيام هذه الاستفتاءات أيام رئيس عبد الناصر، فكان رايح وبعدين بيقول له أنت داخل بقى لجنة عشان ينتخب يمارس حقه الانتخابي، كان جاي من أمريكا بقى ولسه عنده الحماس وبتاع، فراح اللجنة، فبعدين لا أنا له عايز إيه؟ قال له أنا جاي انتخب، قال له خلاص إزاي؟ الساعة 9:30 الصبح، قال له لا خلصنا، قال له خلصته إزاي؟ قال له مش أنت حضرتك هنا؟ قال له إحنا صوتنا لك، قال له إزاي؟ قال له قال له هو أنت عايز تقول حاجة غير نعم؟ فقال لا أنا أشكرك جدا أنك أنت ريحتني، بس يا ريت قلت لي عشان ما فيش داعي لغاية اللجنة. كتر خيرك أنك ريحتني جدا ومشي على طول بعدها. فالحقيقة كانت نقطة تحسب للرئيس مبارك في الحتة دي، أنه هو في 26 مايو قال أن احنا عايزين نغير نظام انتخاب الرئيس إلى نظام انتخابي لأول مرة، أيا كانت المسالب اللي حصلت بعد كده، إنما دي كانت نقلة واحدة. للأسف بقى التعديلات اللي حصلت بعد كده على رأي الدكتور يحيى الجمل كلها أسوأ من بعضها، يعني بالنسبة للناس زي بتؤمن بالحرية والديمقراطية والتعددية وكذا، كلها الحقيقة تعديلات 2007 كانت في منتهى السوء، و2006 الأخطر رئيس جمهورية مجلس الشعب طلب تعديل مواد دستور 34 مادة منهم اتعدلوا، بعضهم كان مواكبة اللي بيحصل، يعني ما ينفعش ان احنا يبقى عندنا مواد بتقول نظام الدولة الاشتراكية والدولة تملك الموارد الرئيسية والمؤسسات في الصناعة والكلام ده، برامج خصخصة ومش عارف ايه حصل لمدة سنوات كتيرة، فغيروا بعض المواد الأساسية اتغيرت بصورة سيئة جدا. وأنا من الناس يعني اللي بعترض، الناس اللي بتتكلم 76 77 88 أنا بتكلم على 179 اللي هي أنا في رأيي أسوأ مادة كتبت في التاريخ الدساتير المختلفة، لأنها محطوطة تحت اسم مكافحة الإرهاب، وبتنص بوضوح جدا ده الدستور، والدستور على فكرة اتنشر كله في المصري اليوم امبارح، اللي عايز يقرأ نسخة سريعة موجودة. إنما في المادة 179
لازم تعرفوا، هكلمكم دلوقتي عن الدستور المصري الحالي والمواد اللي فيه الأساسية. إنما إحنا الباب الثالث بتاعنا باب كويس قوي في الدستور الحالي، اللي هو بس يا ريت يتطبق يعني، إنما هو باب حلو اسمه الحريات، وفي ضمانات الحريات للمواطنين في المواد من 40 لـ63، بما فيها على فكرة في المادة 49 حرية الإبداع، الإبداع الفني والفكري من غير ما حد يتعرض لك وبتاع. في المادة 59 حماية البيئة، ان دي من المسؤوليات، يعني في حاجات جميلة جدا، بس بالذات في الأربعينات عندك ضمانات الحرية التقليدية، حرية التعبير وحرية التجمع وحرية كل الحريات، وان ما حدش يتحبس من غير مش عارف ايه. فالمادة 79 179 في نفس الدستور، في نفس الدستور تقول ايه؟ تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 اللي هي ما تحبسش حد والناس بريئة وفي نظام إلى آخره، والمادة 44 والفقرة الثانية المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة. يعني حد يكتب مادة في الدستور لك على فكرة المواد التانية دي بقى احنا هنطلع قانون هيتنافى معاه. ده بقى كانت التفصيل الترزية بقى بتوع القوانين، لانه عارفين ان لو عملوا قانون ارهاب بتنافى مع دولة على طول في ناس هتقول لهم ده قانون غير دستوري عشان بيتنافى مع النقاط دي. ليه؟ لان زي ما قلت لكم الدستور قانون القوانين، قانون القوانين، لازم اي قانون بيطلع لازم يبقى يتعامل في اطار الدستور. فقال طيب حلها بسيط، نعدل الدستور ونحط مادة في الدستور بتقول ان احنا هننقد المواد دي. بقى على كل حال انا زي ما بقول انا مش فقيه دستوري، في ناس متخصصين في الحاجات دي، بس حد يقول لي بقى ازاي في نفس التكست يبقى عندي الحاجات دي. وده كان المقصود به انه وبعدين ايه بقى يعني مفتوح فتح ولرئيس الجمهوريه ان يحيل اي جريمه من جرائم الارهاب الى اي جهه قضاء منصوص عليها في الدستور او القانون، او القانون. نهى عمر انا كنت وريتك فيلم بتاع سيكشن سبيسيال، ده معناته ان ممكن اعمل قانون بتاع الارهاب وتتكون فيه محاكم خاصة زي ما تكون في فرنسا أيام الحرب العالمية الثانية في فيشي، وإن كل الحريات معلقة وكل الضمانات الدستورية معلقة، ويبقى أي حاجة من حق السلطة التنفيذية إنها تاخد فلان تحطه هناك. وعلى فكرة ده اللي عملوه الأمريكان لما عملوا الباتريوت أكت بعد 11 سبتمبر، ونتيجة له جوانتانامو وابو غريب وباجرام وكل الحاجات اللي احنا شفناها بعد كده. والوضع الغريب جدا في امريكا ان الحكومة لها الحق انها تقول فلان ده انمي كومباتنت، فهوب يروحوا ناقلينه كده وتسقط كل الضمانات اللي عنده الموجودة عنده. يعني الحاجات الوحشة دي مش بتحصل عندنا بس، بتحصل حتى التانية كمان يعني، بس ده مش معناتها ان احنا لازم ننقلها، لازم نستفيد من هذه التجربة. طب الدستور بتاعنا مفروض تبقوا عارفين انه مكون من 7 ابواب. الباب الاول بيحدد الدولة، والنقطة الخلافية في الـ6 مواد بتاع الباب الاول اللي هي المادة الثانية. المادة الثانية الحقيقة برغم المادة الاولى بتقول ان جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على اساس المواطنة، في المادة 2 بتقول الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. دي طبعا احنا عندنا إخواننا المسيحيين طبعا لهم حق انهم يسائلوا هذا، وهل الدولة دين رسمي ولا لا. في مجموعة من الدول الديمقراطية ما زال عندها دين رسمي للدولة. اغلب الظروف دي مرتبطة بوضعها التاريخي. في انجلترا الحكومة الانجليكية
هي الأذول الكنيسة الأنجليكية الإنجليزية هي الدين الرسمي للدولة، والملك أو الملكة رسميا بيرأس هذه الكنيسة ولازم نعتبر إليها. في دول كثيرة جدا يعني أنا بصيت لقيت وحصرت عدد من هذه الدول اللي لها يعني منهم دول احنا بنفكر فيها دائما كدول ديمقراطية، الدنمارك الإيفانجيليكال لوثرن تشيرش شال بي دي استابليش تشيرش اوف دنمارك في المادة 4، النرويج في المادة 2 من الدستور بتقول ان كل واحد عنده حرية ممارسة الدين، ولكن الإيفانجيليكال لوثرن ريليجن شال ريمين ذا اوفيشال ريليجن اوف ذا ستيت. في ايسلند طبعا في انجلترا لان ده كان اساس الانقسام مع الكاثوليك او احد اساس اللوثرن في المانيا والانجليكان في انجلترا، في اليونان ايضا التكست ده موجود، وفي بعض دول امريكا اللاتينيه الكاثوليكيه هي اللي متاخده في هذا. ففي دول مختلفه عندها مواد مماثله، انما في ناس كتير بتطالب بان الماده الاولى اللي هي بتقول المواطنه هي الاساس هي اللي يجب انها تبقى، بس دي نقطة الوحيدة اللي يعني اساسا خلافية في الباب الاول. الباب الثاني المقاومات الاساسية للمجتمع، فصل على الاجتماع الحاجات الاجتماعية والخلقية، يمكن اهم حاجة فيها بالنسبة لناس كتير ان المادة 18 بتضمن مجانية التعليم في المؤسسات الحكومية، يعني موجودة في المادة 18 من الدستور. وبالنسبة للبعض في المادة 38 أن النظام الضريبي يبقى نظام عادل، ينظر إلى العدالة الاجتماعية. الباب الثالث ده هو الحريات زي ما قلت لكم، ده باب كويس يا ريت بس يبقى فعلا يطبق كله. الباب الرابع سيادة القانون، وكله بقى على إزاي الحمايات والقانون، وأن الواحد بريء إلى أن يثبت غير ذلك، وأن ما فيش محاسبة إلا بقانون نص القانون إلى آخر. الباب الخامس بقى هو طبعا الباب الكبير قوي اللي هو نظام الحكم، وفي فصل عن رئيس الدولة، وبقى هنا من مادة 73 ل 85. مادة 76 بتتكلم على كيفية انتخاب الرئيس بالاقتراع والمباشر ولا لا، وبتضع بقى الشروط والبتاع زي الواحد يتقدم، اللي هي فيها شروط مجحفة لبعض الناس. المادة 77 بتحدد مدة 6 سنوات وقابلة للتجديد بدون حدود. مادة 78 مادة مهمة جدا، بتقول أصل المدة بتاعت الرئيس تنتهي 6 أعوام طبقا لنص الدستور 6 أعوام ميلادية من إعلان نتيجة الانتخاب. يبقى في إذن يوم محدد، وحاجة أظن هيبقى 9 سبتمبر مش عارف بالظبط إمتى، أنا في يوم محدد تنتهي في ولاية الرئيس القائم حاليا. 78 بتقول ان لازم نبدأ الانتخابات الرئاسية او الاعداد لتولي سلطة جديدة في الرئاسة 60 يوم قبل هذا التاريخ. الناس تتقدم للانتخابات 60 يوم قبل هذا التاريخ. فده من المواد، يعني الناس تتكلم في 76 و77، بس 78 بتحدد امتى تبدأ على الاقل. ما بتقولش انه 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 بس معناتها يعني ممكن الواحد يبتدي انتخابات يرشح نفسه من دلوقتي، انما لازم على الاقل ان في 60 يوم فرصه ان الناس ترشح نفسها للانتخابات الرئاسيه. 82، ودي ماده الناس اتكلمت عنها كتير، دي على حكايه التفويض. دي مكتوبه بمعنى حاجة مؤقتة. بمعنى ايه؟ يعني مثلا الرئيس راح يعمل عملية في ألمانيا، فيفوض سلطاته إلى يا نائب رئيس الجمهورية يا رئيس الوزراء اللي هي السلطات التنفيذية ده هي. ولكن لا يجوز لمن استلم هذا التفويض انه اما يعدل الدستور او يحل المجالس التشريعية او يقيل الوزارة. يعني بمعنى اخر لا يجوز ان واحد تسلمه انت نسخ يعني سلطه لفتره معينه انه يروح عامل انقلاب ومغير كل حاجه. انا لما اجي مسافر بره كده بكتب تفويض ليحيى منصور
بس أنا ما عنديش ضمانات من هذا النوع، بس أنا مستريح إن هو يعني حيدير الأمور ويطلع الشيكات ويعمل مش عارف إيه، بس مش حيجي مرة واحدة وعمل انقلاب في المجلس. فالتفويض لذلك لما ناس تقول يفوض منصوص عليه في المادة 82 إنه ممنوع إنه يفوض السلطات دي، السلطات دي لا تفوض. طيب مادة 84 بتقول يستقيل اللي هو التنحي، يستقيل. طب يعني ايه بقى يستقيل؟ يستقيل على طول فورا تنتقل المسؤوليه، ده اذا توفى او استقال، او يعني دي بقى مش حاجه مؤقته، حاجه جذريه، لا تنتقل السلطه الى رئيس مجلس الشعب، ولو مجلس الشعب منحل في هذه الفتره مش 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 مجتمع يبقى رئيس المحكمة الدستورية العليا، هو اللي بيصبح رئيس فترة مؤقتة زي ما حصل مع صوفي أبو طالب أثناء بعد مقتل رئيس السادات، وعنده 60 يوم عشان يجري انتخابات رئاسية جديدة، ولازم يجري انتخابات رئاسية جديدة في 60 يوم، وتنطبق عليه في 60 يوم دول نفس المنوعات اللي موجودة على انه ولا يحل مجلس ولا يغير دستور ولا يعمل شغلته، بس انت بتيجي وعلى انه هو على فكره وما يرشحش نفسه. يعني رئيس مجلس الشعب ورئيس محكمه الدستوريه العليا ايهما اللي هيتولى هذه المسؤوليه في 60 يوم دول ما يبقاش مرشح للانتخابات. ده جزء من الازمه اللي الفقهاء الدستوريين بيتكلموا فيها، ازاي يحصل انتقال السلطه بطريقه مناسبه. بعد كده عندك مجلس الشعب، وبرضو المادة 87 دلوقتي فيها 50% عمال وفلاحين. 88 بقى العملية الانتخابية كلها، ونقلها كان من تحت الإشراف القضائي إلى لجنة الانتخابات. ولكن بما أن لجنة الانتخابات طبقا للمادة دي حتى من غير تعديل المادة دي لها أن تستعين بمن ترى، فإذا تقدر تستعين بالقضاء يعني حتى من غير تعديلات لإعادة النص ممكن أتساهم. ولكن المادة 88 فيها مشكلة عويصة شوية، وهي إنها نصت على إن لازم الانتخابات تتم في يوم واحد، يعني بدل ما تتم على مراحل تتم في يوم واحد، فدي هتخليها صعبة حكاية إن يبقى قاضي على كل صندوق زي ما بيقولوا، هتبقى صعبة جدا لو إحنا عايزين نعمل انتخابات. إنما دي موجودة في المادة 88. وبقى عندك السلطة التنفيذية، والمادة 139 دي اللي فيها تعيين نائب الرئيس، وتعيين نائب الرئيس وهو اللي بيحدد له اختصاصاته. هنا بقى مثلا من الاجتهاد الفقهي مثلا انه الدكتور كمال ابو المجد قال في برنامج من البرامج، انا بتكلمه في اتصال معاه طبعا زي ما انتم عارفين، ده كان من المؤسسين بتوع مكتبه اسكندريه الدكتور كمال ابو المجد، وفقيه قانوني كبير، كان طالع مع دكتور ابو الغار ودكتور يحيى الجمل في مع منى الشاذلي، انما هو برضو قال ان احنا ممكن في ظل هذا ان تبقى في الاختصاصات اللي يديها رئيس الجمهوريه الى نائب رئيس الجمهوريه انه يحدد له يعهد له، مش يفوضه، يعهد له بالاستمرار في تعديل الدستور ومراجعه المجلسين والاعداد للانتخابات، بحيث ان يبقى مش هو اللي انقلب على الرئيس، انما الرئيس اداله هذه يعني الرئيس اللي بدا ويقول له انت بقى انت كمل بقى. انا قلت في الخطاب بتاعي مثلا 76 77 ولو انت عايز بقى تعدله الدستور تعمله حاجات تانية انا فتحت الباب فكمل انت. كمل انت وقتها ما بتبقاش متعارضه مع التانية اللي تقول لا يجوز التفويض. لان انا وقتها انا بحدد اختصاصاتك وبقول لك هذا، وده من الحاجات الممكنه في الماده 139. الماده 148 بتاعه الطوارئ برضو، و152 في قضيه استفتاء الشعب. وبعدين عندنا بقى الفروع الثانيه بقى اداره محليه مش عارف ايه لغايه ما نوصل المحكمه الدستوريه والسلطه القضائيه، قوات مسلحه، الشرطه، ماده 184، وماده 179 بتاعه الارهاب اللي هي الكارثه اللي قلت لكم اللي قريتها لكم ده من شويه. الباب السادس احكام عامة وانتقالية، هي اللي فيها المادة 189، ودي مهمة جدا اللي هي المادة اللي بتحدد كيفية تعديل الدستور. وبتقول المادة 189 في كيفية تعديل الدستور انه اما رئيس الجمهورية يطلب او تلت اعضاء المجلس الشعب يطلب،
وانه يوافق عليها تلتين المجلس، ثم اما على اقتراح الرئيس او على اقتراح تلت الاعضاء، ثم تنقل الى الاستفتاء العام، وتصير سارية المفعول لحظة اعلان نتيجة الاستفتاء اذا كانت بالموافقة. يبقى كده ده الاجراء القانوني اللي موجودين احنا قدامه، ودي احدى المعضلات للناس اللي عايزة تمشي على الدستور لتعديل الدستور، انه اذا المجلس لازم يمر في المجلس، سواء كان اقتراح من الرئيس او اقتراح من ممكن لازم تعمل بالطريقة دي. وهنا برضو في المادة 190 في انتهاء مدة الرئيس، انها تبقى 6 سنوات ميلادية من يوم اعلان نتيجة الانتخابات. وفي طبعا احكام جديدة هتلاقوا فيها مجلس الشورى، وحتى سلطة الصحافة في المادة 211 اخر مادة في الدستور اللي بتنص على المجلس الاعلى للصحافة. ده الدستور المصري القائم بكل عيوبه وكل مشاكله، ولكن هو الوثيقة الوحيدة اللي احنا عندنا. هرجع تاني بقى الى السيناريوهات اللي موجودة قدامنا وايه اللي ممكن يعمل. في الحقيقة ناس بتقول في حاجة اسمها الشرعية الثورية، وانه شرعية النظام منتهية، وانه بالتالي خلاص هنعلن دستور جديد ونعمل استفتاء ونعمل انتخابات جديدة الى اخره، ونبقى نشوف بعد كده النظام هيبقى شكله ايه. طيب ازاي بقى في هذه الظروف العملية تنضمن ازاي؟ فيقول لك خلاص جيش يضمن. بعض الناس ومنهم يحيى الجمل لما كان حاضر قال احنا ده هيرجعنا بالظبط ل 1952 لما رحبنا بالجيش 23 يوليو، وكان نتيجته كان المفروض الجيش يقعد 6 شهور يظبط الامور الديمقراطيه العفنه اللي كانت موجوده قبل في النظام القديم وبعد ما طلعوا الملك وبتاع، وكان بدايه نظام قمعي امني استمر الى يومنا هذا. يعني تسلسله زي ما قلت لكم كده في الهجره. فهو واخرين الناس يقول لا يا جماعه نتمسك بالشرعيه الدستوريه ونعدل بقدر الامكان، باجتهاد في بعض الحاجات ولكن بقدر الامكان في حاجات معينه. فحد بيقول يا اخي سقطت الجمهوريه، طب ما هو زي فرنسا، مش النهارده الجمهوريه الخامسه في فرنسا ما نعلنها جمهوريه ثانيه؟ قلت له كويس، ما هو بس فرنسا مرت على فكره، انا حصرتهم عشان اتحضر لهذا اللقاء، 22 دستور من وقت ما بدأت. إذا بدأنا بأن كان في نظام قائم بالملكية المطلقة كرقم واحد إلى دستور 58 اللي هو دستور الجمهورية الخامسة، في 22 دستور شبه دستور محاولة دستورية زي اللي قريته لكم كده بتوع مصر، 22 واحد، وبين كل واحد والتاني حرب، انقلاب عسكري، ثورة دموية زي ما انتوا عايزين من المشاكل كانت وصلت إليها الأمور. دي جول وصل الى الحكم بعد ما كان رافض الجمهوريه الرابعه في 13 مارس 1958، قال لهم مش حاجه الا اذا وافقتم مقدما ان احنا هنغير الدستور، فقالوا لهم هنوافق. وقعد 6 شهور عشان يغير الدستور لنصه ميشيل دوبري وتم الاستفتاء عليه، انما كان وقتها التمرد الجيش الفرنساوي في الجزائر ضد الحكومه المدنيه في باريس كان وصل لدرجه أنا رئيس الجيش الفرنساوي في الجزائر، هم كان عندهم وقتها الحكومة فيها وزير لشؤون الجزائر، قال إذا الراجل المدني بتاع الحكومة المفروض منتخبة في فرنسا، قال إذا جه في الجزائر هنا أنا هعدمه. يعني كان تمرد الجيش وصل لهذه الدرجة لما اتجهت كل الأحزاب إلى شارل ديغول وقالت له ارجع تاني للحكم، أنت الوحيد اللي تقدر تلم الأمور. وفعلا فغير الدستور. تغيير الدستور تم النقطة المهمة جدا، عمل بالدستور القائم لغاية ما الدستور الجديد دخل. يعني شارل ديغول جه أساسا أولا مش رئيس جمهورية، جه كرئيس وزارة وعمل اللجنة بتاع اللي كان فيها ميشيل دوبري وصاغوا الدستور، وبعد الاستفتاء أصبح بقى هو أول رئيس جمهورية في الجمهورية الخامسة. فده حالة حصلت. الحاجة الثانية، الدستور الأمريكي وهو أقدم دستور منصوص نص ما زال قائم العمل به، يعني ما عدا بتاع السنة 1600 بس، يعني مهم. يعني مين يعرف، وتحدى ان حد يعرف الحكايه دي، وتحدى ان حد يقول لي اسم واحد منهم، ان كان في عدد من
رؤساء الجمهورية قبل جورج واشنطن كانوا وعددهم مش قليل، كانوا ستة، في ستة رؤساء جمهورية قبل جورج واشنطن. إيه اللي حصل؟ إن أول بعد ما الثورة الأمريكية نجحت في استقلال الولايات المتحدة من النظام البريطاني وأعلنوا نظام جمهوري، عملوا حاجة زي دستور سموها الارتكلز اوف كونفدريشن، وأطلقوا اسم الولايات المتحدة، ولايات المختلفة متحدة، ده كان الاسم أطلقوا عليه. وكان دستور ضعيف جدا من حيث السلطات الموجودة للحكومة المركزية والسلطات كلها في الولايات. وبعد فترة من الزمن، يعني تقريبا الثورة انتهت في سنة 1981 لغاية 87 كان بيلتقوا كده هوت، وسنة 87 التقوا وقالوا نعدل الدستور وكتبوا دستور جديد بدل ما يعدلوا مواد فيه. وبعدين قعدوا سنة وشوية لغاية ما وافقت عليه استفتاءات أو موافقات محلية في الولايات المختلفة، ولم يسقط الدستور القديم بظهور النص الدستور الجديد إلا بعد موافقة الأعضاء كلها، مش كلها، 11 من 13 ولاية وافقوا وقالوا ده كفاية أن الدستور يعتبر ساري يعني. فأخذ سنة ونص سنتين وبعدين عمل انتخابات تانية، وفي ظل هذا النظام الجديد كان جورج واشنطن أول رئيس جمهورية طبقا للدستور اللي هو موجود لغاية دلوقتي. في هذا الدستور كان في نقطتين معترضين عليها، ولو نرجع إلى كتابات المفكرين وقتها جيفرسون بينادي لماديسون وغيره يقول له لازم ضمانات الحرية منصوص عليها بالكلمة ولازم تشمل واحد واثنين وثلاثة واربعة، وثانيا لازم تحددوا مدة الرئيس، لأن لو ما حددتوش مدة الرئيس، الرئيس هيستمر في إعادة انتخابه. الكلام ده إيه؟ ناس ما عندهاش لسه تجربة أخرى ينظروا إليها، إنما كان في هذه الفترة. وتم هذا مش مدة، إنما تم هذا في التعديلات الأولى العشرة اللي بيسموها البيل أوف رايتس في أمريكا، اللي هي تعادل الباب الثالث عندنا في الدستور المصري اللي هي ضمانات الحريات اللي عندنا. فغير صحيح إن واحد يقول إن في الشرعية الثورية الأمريكية إن الأمريكان راحوا أسقطوا النظام، لا، عملوا بالنظام القائم إلى أن أتوا بنظام جديد، وده المنطلق بتاعه احترام سيادة القانون. فإحنا إذن قدامنا دلوقتي بعض الإشكاليات في كيفية هذا، مطلب واضح للناس كلها حل المجلسين باعتبار أنهم فاقدين للمصداقية والشرعية طبقا لعدد الطعون الموجودة فيها. إنما إذا حليت المجالس يبقى إزاي هتعمل تعديلات دستورية؟ هل تعمل تعديلات دستورية بمجالس مطعونة فيها وبعدين تحلها وتعيد انتخابات تبقى رئاسية وللمجلسين مع بعض؟ في سابقتين، سابقة مصرية وسابقة فرنسية. السابقة المصرية إن المجلس اللي قبل اللي فات كان برضو طبعا شرعته انتهى في مدة أقصر في 3 سنوات، وعلى قرار المحكمة الدستورية العليا قالت حتى إذا المجلس نفسه تحل، القوانين اللي طلعت في ظل هذا المجلس الباطل سارية المفعول. دي المحكمة الدستورية المصرية قالت هذا. في وضع تاني حصل في فرنسا، لأن برضو الدستور الفرنساوي بتاع الجمهورية الخامسة بيدي يعني إجراءات تعديل الدستور في وإجراءات كيفية. ديجول عدل حاجات من غير ما يمر بهذه الأمور، بس راح للاستفتاء على طول وطعن في شرعية هذه التعديلات، وراحت للمحكمة الدستورية العليا وقالت في النهاية ما دام الشرعية الحقيقية هي بتأتي من الاستفتاء
فنعتبر زي ما الحكومة قال، زي ما المحكمة الدستورية بتاعتنا قالت، حتى لو كان المجلس طعن فيه وحل وبتاع، القوانين اللي هو فوتها سارية، المحكمة الدستورية الفرنسية قالت في هذه الحالة هنعتبر التعديل ساري لأنه حصل على أغلبية واضحة من الشعب الفرنساوي، وأصلا الشعب هو مصدر الشرعية والسلطات، وبالتالي الخطأ الإجرائي اللي حصل في أن الرئيس دجول ما راح على طول للشعب من غير ما يمر في البرلمان في الجزئية دي ما هوش كافي لإلغاء النص اللي وافق عليه الغالبية العظمى للشعب. فدول مسألين على الأقل. طبعا يعني أنا بقول لكم أنا مش فقيه دستوري وما مش متخصص في الموضوع، بس يعني من الحاجات الواحد عارفها من القراءات العامة أن فعلا في برضو سوابق لهذا. فاحنا قدام جدول زمني ضيق، انا مش عارف اظن هو 9 سبتمبر، ما حسبتش بالظبط امتى، انما لازم مده الرئيس تنتهي طبقا الدستور الحالي ايا كانت الظروف، لازم 60 يوم قبل كده تبتدي انتخابات رئاسيه، واحنا قدامنا عايزين نعدل الدستور، نحل المجالس، نغير النظم، ونخلق مصداقيه لبناء نظام جديد يحمي الحريات ويحقق أمال الشعب المصري كله. فدي أظن خلفية واسعة يمكن أكتر من أنت كنت بعضكم عايز. ده معلش دي كانت فرصة، ما فيش فرص كثيرة نحن نتكلم في الحاجات دي، قلت أعرض عليكم تجاربنا وتجارب مصر وتجارب الآخرين، وأراجع معاكم الدستور وما فيه من الأمور. ولنا كل مواطن فينا له الحق أن يفكر ويختار ويعبر عن رأيه، بس أرجو في ظل المسل اللي احنا يعني مكتبة اسكندرية مفروض أنها تمثلها، أن احنا نكون قدوة في أن احنا الأول نعرف ونذاكر ونفهم، وبعدين ناخد مواقف، وبعدين أيا كان الموقف اللي هناخده نحترم رأي زميل عنده موقف مختلف، عنده رأي مغاير، لأن ده مفهوم التعددية. ولا تتم ديمقراطية بدون تعددية، ولا تعددية إلا باحترام، مش هقول الاختلاف، باحترام حق الاختلاف، يعني مفروض بدون الطعن في وطنية أو واحد له رأي مغاير. ده مفهوم الديمقراطية هو حماية الأقلية من بطش الأغلبية.